هل صحيح انه الايام المقبله تبشر بمزيد من العواصف من هذا النوع وليش؟ نعم، للأسف يعني راح تبقى هاي تستمر حالات العواصف الغبارية للفترة القادمة، والأسباب معروفة مثل ما ذكرت بالتقرير، أنه قلة الأمطار في هذا العام، نعم وتعرفون يعني أغلب مساحة، تقريبا نصف مساحة العراق هي عبارة عن صحراء، وهذه الصحراء أيضا مفتوحة على الصحاري الموجودة في الدول المجاورة، نعم واللي تمتد إلى صحراء أفريقيا وصحراء الجزيرة العربية، وتعبر إلى صحراء سيستان في إيران وتستمر. وهذه الصحاري سببها أنه هي واقعة تحت تأثير حزام المرتفع تحت مداري، هاي مرتفعات جوية تؤدي إلى تصحر الأرض، وبالتالي بسبب قلة الأمطار راح تستمر حالة الغبار خلال هذا الفصل فصل الصيف القادم. نعم، يعني العواصف هاي الترابية بإمكانها أيضا اللي افتهمته من عندك أنه تحرك لآلاف الكيلومترات من غرب آسيا للدخول إلى الهند عن طريق البر، لأن إحنا بالضبط يعني شبه الجزيرة العربية هي تمثل أحد المصادر الرئيسية للعواصف الترابية. نعم، هو يعني بالأساس التأثير الأكبر اللي احنا شاهدناه ولاحظناه للصحراء السورية اللي موجودة، يعني وكذلك الصحراء اللي موجودة بالعراق، هناك مصادر عديدة للغبار تنبعث من عندها الغبار نتيجة طبعا وجود كانت عمليات عسكرية، تحرك أرتال، بالإضافة إلى قلة الأمطار. السبب الرئيسي أي يعني زيادة في سرعة الرياح تؤدي إلى يعني تكون عواصف غبارية أو غبار عالق أو تصاعد غبار، وهذا يؤثر علينا. طبعا مع ملاحظة أنه حتى لاحظت من خلال رصدي الأيام السابقة، خاصة العاصفة الغبارية اللي مرت يوم 16 اللي هي العاصفة الحمراء، أكو كتل من الغبار تحركت من منتصف أفريقيا، يعني مو دول شمال أفريقيا وإنما دول الساحل أو الساهل، تسمى هي النيجر وأواسط أفريقيا، نتيجة يعني طبيعة توزيع المرتفعات الجوية والمنخفضات الجوية أدى إلى عمل كأنما نفق تنلينج، أدى يعني بجلب كميات كبيرة من الغبار ودفعها باتجاه البحر الأحمر ومن ثم الدخول إلى العراق. زائدا يعني تأثير الصحراء السورية مثل ما قلت والصحاري اللي موجودة بالعراق أدى إلى حالة غبارية يعني كبيرة وقوية، أثرت بشكل كبير، طيب وحتى هذا الغبار اللي ساقط نعم هو مؤهل أن يرتفع من جديد يعني ويشارك.